طبعا اليوم راح اسوي وصفه كل السهله راح نستخدم بها التوست. فطبعا هسه اول شيء راح نسويه انه راح نقسم التوست بهذا الشكل. قاعد تشوفون راح نستخدم هذا القالب. تمام، فاول شيء راح نسوي نجيب التوسته. اذا هذه مالتكم كبيره عليها فش نسوي؟ نجيب الشبك وهيجي نفردها بهذا الشكل. ورا ما فردناها صارت كبيره راح تكفي هذا القالب، فراح ننزل عليها ونقصها بشكل دائري. قاعد تشوفون شلون انقصت بشكل دائري، صارت بهذا الشكل، ونحطها على جهه. بنحط التوسته بعدين نفردها شويه بهذا الشكل من الجهتين هيجي، وبعدين هيجي بس نقصها بشكل دائري بهذا القالب المدور. تقدرون تستخدمون الجلاس هماتين نفس الحاله راح يرهم، فصارت بهذا الشكل. هسه نكمل الباقيات على نفس الطريقه. طبعا شنو ورا ما قصيناهن هماتين نرجع بالشبك انه نفردهن بهذا الشكل على مود نكبر حجمهن. شوفوا شلون صارت. هسه شنو ورا ما كملتهن وصارن بهذا الشكل، هسه راح نسوي الحشوه. هسه شنو على مود نسوي الحشوه راح احمل شويه بصل. شنو بس يتغير شويه لون البصل راح احط عليه فلفل اخضر وقلبهم سوى لحد ما ينحمسن. هسه شنو بس ينحمسن سوى راح اذيب عليهم صدر دجاج مقطع مكعبات صغيره يعني مو صغيره، واخليهم ينحمسون كلهم سوى لحد ما يستوى صدر الدجاج. شوفوا اكيد وانتم تسوون صدر الدجاج راح يصير مي، فادفوه هيك على جهه، جيبوا كنيسه حطوها بهذا الشكل وشيلوا المي كله، وبعدين خلوه ينحمس زين. هسه شنو بس استوى صدر الدجاج راح نحط عليه البهارات، هي بابريكا فلفل اسود وكمون وملح، وخلطه كل زين. واخر خطوه راح احط عليه كراكوس مفروم وقلبه كل زين. تمام، هسه شنو نجيب هذه القطعه، بعدها نحتاج جبن. اي نوع هي الجبن؟ هيك تكون بهذا الشكل دائبه، وندهن بها هذه القطعه حتى الاطراف. وهسه احط عليها حشوه. هسه شنو القطعه الثانيه اجيبها واحطها هيك فوقها ونعصرها، وبعدين نسد الاطراف بهذا الشكل. الجبن اللي حطيناه راح يساعد انه الاطراف راح تلزق ببعضها بهذا الشكل. وهذه اخر وحده نسدها بهذا الشكل. شوف شلون صارت. سنحطها هنا. هسه شنو ادي بيضتين راح احط عليها شويه ملح شويه فلفل اسود واخلطهم كل زين. هسه شنو نحطها اول وحده بالبيض، بعدين نقلبها بهذا الشكل، بعدين نشيلها ونحطها بالبقسم بهذا الشكل. نوزع عليها البيض، نوزع عليها البيض، نوزع عليها البقصة. شوفوا صارت بهذا الشكل. وهسه نكرر الخطوات على الباقيات. هسه شنو الطاوة بيدهن، هسه راح ننزل هذه بالدهن وبس تستوي مباشرة نقلبها بهذا الشكل. طبعا هي ما راح تاخذ وقت هواي، بس شنو بس تاخذ اللون الذهبي نشيلها. تمام، بالنهاية صار بهذا الشكل. فشنو قاعد تشوفوها شلون صارت شلون حلوة، فراح نقسمها. هسه نجرب نقسمها. سووا هيجي، واو لازم اذوقها طبعا قدامكم. كلش طيبة. طبعا تمازج النكهة مالتها كلش طيب، خاصة الجبن اللي محطوط بيها. ضروري الجبن اللي يكون محطوط بيها يكون بيه ملوحة، لان راح يعطيها طعم كلش طيب. وهذه الوصفه مالت الحشوه جربوها بوصفات ثانيه لان كلش طيبه، خاصه البهارات مالتها لذيذه كلش كلش طيبه. بس هيك وهذا التوست صار نسيت. بس هيك وهي هاي الوصفه ان شاء الله تعجبكم، جربوها.